بسبب إصابات وعقوبات وبسبب خيارات فنية من قبل المدرب أو لأول مرة يلعب في مع المنتخب الجزائري كأساسي وسط الميدان. سفيان فغولي، أسامة شيتا، وياسين بنزية، وليس كما التشكيلة التي رياض محرز على الجهة اليمنى، يوسف بليلي على الجهة اليسرى، وبغداد بنجاح لصالح المنتخب الطوغولي مع سفيان فغولي الذي يرتكب خطأ يصفره أوغانتشو أم وينو، والحكم الكيني الذي يدير هذه الاضطرارية عيسى مندي معاقب، ياسين إبراهيمي مصاب، فوزي غلام مصاب من مدة، فارس مصاب، والغيابات الأخرى بسبب خيارات تقنية من المدرب. على كرة على الجهة اليمنى لاوسن يوصلها، لا الآن لاوسن يحاول يلعب فقط ثاني مباراة له مع الطوغولي في هذه المباراة. أكيد البداية تكون حذرة من جانب اللاعبين الجزائريين. هنا التغطية من الوفد الجديد جمال بلعمري، 28 سنة، لاعب نادي الشباب السعودي، سبق له أن لعب في نصر حسين داي، شبيبة القبائل، ووفاق ستيف. طبعا بدخوله على كل الأصعدة على مستوى المنتخب الجزائري تقريبا منذ يحاول يمر لم يمر. التغطية يوسف بليلي، رقب كورتو، رقبها ما زال، والحكم يقول خطأ ليوسف بليلي ولعناصر المنتخب الجزائري، ارتكبه لاوسن لاعب نادي نيوشاتيل. بابا 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 خطيرة، وقالوا رائع الكرة هذه، يوسف بليلي، بنجاح وبنجاح سفيان، وسفيان كاد يفعلها يسجل جول. اللعبة من أروع ما يكون من يوسف بليلي على الجهة اليسرى، بنجاح التغطية منه يتفوق في هذه الكرة، بنجاح في عجلة مساندة يتفوق، والحكم هنا يقول خطأ ضد بنجاح. الحكم المساعد يشير برأيته إلى خطأ لصالح دفاع المنتخب الطوغولي. بعد الكرة البعيدة البحث عن يوسف بليلي والتغطية الدفاعية بن سبعيني، في ذا التماس وصلت لبليلي، حاول يمر، التغطية الدفاعية من هنالك، حذري ويركع عطال، الكرة التغطية أرضية، نجاح انطلق، موش متسلل، راح رياض، بغداد عنده كرة، يا بغداد يا بغداد، رياض وحده من هنالك يا بغداد، ومع ذلك ضيعها، تعطل شوية بغداد، بنجاح في كرة كانت تبدو في المتناول هنا، حب يمررها لكن التمريرة في تنفيذها بيمناه مرفوعة في القائمة الثانية، بعيدة يا سفيان، بعيدة يا سفيان على بغداد، لما الكرة من هنالك رياض، ضرب جزاء، ضرب جزاء وبطاقة حمراء من المفروض أو جول، دخلت، هدف أول لصالح المنتخب الجزائري من رياض محرز، فعلها في الدقيقة 13، كنت أعتقد بأن الحارس أخرجها، هل خرجت أم دخلت؟ لا دخلت، ولمسة يد الحكم في نهاية المطاف، فضل يخرج البطاقة باستمرار، وبنجح يستثمر في هكذا أخطاء. كرة بعيدة بالرأس بالعمري من أمام أوديبايور، دوسيفي ضاعت منه الكرة، والحكم يقول حتى غامبيا لو تفوز علينا في المباراة الأخيرة عندها حظوظها. يعني كرة بعيدة من عند بالعمري، وين وين يا بالعمري، بعيدة تماما، هاتي الكرة، يتلقى البطاقة الصفراء، وصلت لأوبيغنون على الجهة اليمنى، يلعبها للاوسن، لاوسن والضغط من بنزية، يرسلها بعيدة للأمام. حد الآن منتخب طوغولي يبحث عن دوسيفي، يحاول يراوغ، يلعبها لأودي بايور، ترجع لأودي سيفي مجددا، ويوسف بليلي، والكرة في التماس للمنتخب الجزائري، يقول حكم المباراة. بعد هذه الكرة من فلويد ايتي لاعب نادي فولهاغولي، ياسين بنزية، بنجح دخل، بنزية كرة بعيدة وراحت سهلة للأرض، ولم نلعبها 6-7 تمريرات لحد الآن، نعم احنا متفسفة فعلا. كرة بعيدة، دي بايور بالراس لم يقدر عليها، التغطية دفاعية، نطلق عليك ياسين، بعيدة الكرة هذه، تسلل، نعم كثرت يا ياسين كثرت. زي لاعب نادي فينرباتشي التركي، بيني الكرة والتوغل، حذاري يشيت، الكرة أرضية داخل منطقة العمليات والدفاع، متسلل، أي 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 ريال متسلل، فاتي الكرة الخل، يوسف عطى بابا رايح، جول بابا 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 بابا، هدف من أروع ما يكون من يوسف عطال،
أول أهدافه في تاريخه مع الجزائر، لن ينساه بهذا الشكل. انطلق على الجهة اليمنى توغل، صورة رائعة لكل الطاقم وكل اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين. هذا هو الذي، هذه بعض الأشياء التي كانت تنقص منتخبنا، وفرحة كبيرة للاعبين داخل أرضية الميدان. رياض، رياض، بابا بابا بابا، جول فنان ورائع وبارع انت يا رياض. باليسرى يسجل، باليمنى يسجل، في ويمبلي يسجل، وفي لومي يسجل، في الطوغو يسجل، وفي ملعب الاتحاد يسجل. رياض محرز يفعلها ويسجل ثنائية اليوم.